الطبيب من أنا يا سيدي؟ لولاك يا فادي حياتي من أكون؟ لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الدهون. أصدقائي المشاهدين، بحييكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج لولا الصليب. اليوم بهذه الحلقة رح نحكي عن حتمية الصليب. ليش كان لازم يكون الصليب؟ الصليب أمر حتمي. كتار من الناس ومنهم زوجتي لما بيحضروا فيلم The Passion أو بيحضروا فيلم عن آلام المسيح، وأنا هيك كنت من زمان، منصير نتمنى لو النهاية بتتغير، يا ريت النهاية بتكون غير هيك. بيبقى واحد قاعد عم يحضر فيلم مع انه احنا عارفين النهاية بالاخر شو رح يصير وعارفين كل النتيجة، بس بنتمنى انه يا ريت النهاية بتتغير. بصير واحد قاعد هو عم يحضر بيقول يا ريت بيلاطس يغير رأيه، يا ريت بيلاطس ما يأمر بصلبه، او مثلا يا ريت الناس اللي عم يطلبوا انه ينصلب يطلع ناس قدهم ويصرخوا يدافعوا عنه، يا ريت حدا يطلع يقول شيء، أو مثلاً يا ريت تلاميذه يعملوا شيء لحتى يخلصوه، أو مثلاً يا ريت بينزل عن الصليب. أنا وصغير هيك كنت فكر، وبعد شوف أوقات ناس من تأثرهم هن قاعدين عم يحضروا الفيلم أو قاعدين عم يقروا القصة أو يشوفوا قبل ما يوصل الصليب، بيصير واحد من جوا يتمنى. ليه؟ لأنه المسيح انصلب ظلم، والإنسان بطبعه من جوا بيكره الظلم، فلما عم نشوف يسوع اللي هو بلا ولا خطية، اللي هو أكتر إنسان بار وطأت قدماي على هالأرض، عم يتعلق على الصليب بلا أي ذنب، نصير كلنا نتمنى لو النهاية بتتغير. ولكن هيدي كلها مجرد تمنيات، اللي صار صار ما بقى يتغير. بس السؤال، هل كان ضروري يصير اللي صار؟ هل كان ضروري الصليب؟ يسوع جاوب على هذا السؤال بنفسه بإنجيل يوحنا، قال الآن نفسي اضطربت وماذا أقول؟ أنا من جوا متضايق مزعوج، يسوع عم بيقول قرب على الصليب عم بيقول أنا من جوا مزعوج، الآن نفسي اضطربت وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أنا بالقبل كنت فكر أنه عم بيقول لأجل هذه الساعة أتيت، وكأنه هو عم بيقول أني جيت لأجل هذه الساعة، بس أنت عم تقرأ بتشوف أنه لا، عم بيقول لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. شو يعني؟ يعني عم بيقول أنا جيت على هيدا العالم، جيت لهيدي الساعة لأجل هذا. شو هو هذا؟ أني موت. جيت على هيدا العالم حتى موت، جيت لحتى أوصل لهيدي الساعة وموت على الصليب، لأنه كان لازم يصير اللي صار. الصليب أمر حتمي كان لازم يصير، مش فجأة طلع وظهر. صحيح انظلم، صحيح صلبوه هو قدوس، صحيح ما عمل ولا أي ذنب، بس كان لابد أنه يصير الصليب. كيف كنت بدي أعرف أنه بيحبني لولا الصليب؟ فوق الصليب رأيتك وعرفت كم أحببتني، وفهمت أنك سيدي، بموتك أحييتني. فوق الصليب رأيتك وعرفت كم أحببتني، وفهمت أنك سيدي، بموتك أحييتني. فوق الصليب رأيتك وعرفت كم أحببتني، وفهمت أنك سيدي، بموتك أحييتني. من أجلي ثقب يديك، من أجلي بصق عليك،
من أجلي ثقبوا يديك، من أجلي بصقوا عليك، من أجلي توجوك بالشوك واحتقروك، مراً وخلاً سقوك كمجرم قتلوك. وكل هذا يا سيدي من أجلي أنا، من أجلي أنا، من أجلي أنا. في يوم الحكم عليك لم تتكلم، اخترت الصمت، اخترت أن تتألم. في يوم الحكم عليك لم تتكلم، اخترت الصمت، اخترت أن تتألم. كان بإمكانك أن تطلب عونا ينقذك من الطغيان، لكنك طوعا أنت قبلت الموت لكي تفدي الإنسان. كان بإمكانك أن تطلب عونا ينقذك من الطغيان، لكنك طوعا أنت قبلت الموت لكي تفدي الإنسان. الكل حولك شهد أنك ظلما مت وذقت أسا، من أجلي ثقب يديك، من أجلي بصق عليك، من أجلي ثقب يديك، من أجلي بصق عليك، من أجلي توجوك بالشوك واحتقروك، مرا وخلا سقوك كمجرم قتلوك. وكل هذا يا سيدي من أجلي أنا، من أجلي أنا، من أجلي أنا. في لحظة موتك وجه الشمس تبدل، وانشق حجاب الهيكل حتى الأسفل. في لحظة موتك وجه الشمس تبدل، وانشق حجاب الهيكل حتى الأسفل. والناس كانوا وقوفا قرب صليبك موتك ينتظرون، صرخت بصوتك قلت يا أبتي روحي بيدك الآن تكون. والناس كانوا وقوفا قرب صليبك موتك ينتظرون، صرخت بصوتك قلت يا أبتي روحي بيدك الآن تكون. أسلمت الروح بقولك أكمل، هكذا دفع حسابي أنا. من أجلي ثقب يديك، من أجلي بصق عليك، من أجلي ثقب يديك، من أجلي بصق عليك، من أجلي توجوك بالشوك واحتقروك، مرا وخلا سقوك كمجرم قتلوك. وكل هذا يا سيدي من أجلي أنا، من أجلي أنا، من أجلي أنا. طبعا مش سهل أبدا أنه الإنسان يقدر يفهم فكر الله، مش سهل أبدا أنه يقدر يفهم كيف الله بيفكر. بس بنفس الوقت عدم فهمي لفكر الله ما بيحد الله، ما بيمنعه من انه يساعدني افهم. فلكل انسان ما بيقدر يفهم او يستوعب ليش الصليب، بدل ما تقعد تستجوب الله وتقول له ليش الصليب وما كان لازم يكون في صليب، وتحط الله تحت المحاكمة، بدل ما اقعد اسأل واستجوب الله ليش الصليب، ليش ما بيجي بقعد قدامه وبقول له يا رب ساعدني افهم ليش كان الصليب، ساعدني حتى افهم. بيقول الله بسفر اشعياء: لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لانه كما علت السماوات عن الارض، مثل ما السماء عاليه عن الارض، هكذا علت
طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. صعب كتير أقدر أفهم فكر الله وأفهم وأستوعب ليش اللي عم يعمله. بس عدم فهمي لفكر الله ما بيحض الله. مش معناتها الله ما بده ياني أفهم. الله بيساعدني أفهم. بس بدل ما أجي لعنده بفكر المستجوب أقعد استجوبه. ليه ما بقول له يا رب ساعدني؟ يلي عم ترفض الصليب لأنك مش قادر تفهمه. بدل ما تحاربه. بدل ما تحارب أتباع الصليب لأنك مش قادر تفهمه. وما بلومك لأنك هيك تربيت. ما بلومك لأنك مش عارف محبة الله في الصليب. بدل ما ترفض الصليب لأنك مش فاهمه. بدل ما تحارب أعدائه. طلب من الله أنه يفهمك. طلب من الله أنه يفهمك ليش؟ ليش هالناس قاعدين يتطلعوا بالصليب ويقعدوا قدامه؟ بسبب خبرك شيء؟ إذا جيت بأمانة قدام الصليب بيوم من الأيام وجربت تفكر فيه، مش ترفضه لأنه خلص مش راضي تفكر، مش راضي تشغل عقلك وتفكر ليش الصليب. تعرفوا كتير مرات نرفض إشياء بحياتنا لأنه هيك تعلمناها. ما تخبرني غير هيك، أنا هلقد بعرف، ما تتركني هلقد بعرف. ولما حدا ما بيتوافق مع تفكيرنا صار فيه عند الإنسان نزعة، بحارب اللي ما بيقبلني، ما بكتفي إنه بحترم رأيه. طب أنت حر هيك بتفكر، بس لا، بصير بحارب. وهذا اللي صاير. الناس اللي مش قادرين يقبلوا الصليب، الناس اللي مش قادرين يعرفوا قيمة الصليب، عم بيحاربوا الناس اللي عم يتبعوه. ما حدا جابرك تتبع الصليب، بس ليش عم تحارب الناس اللي بتتبعوه؟ ليش بترفض الناس اللي بيتبعوه؟ بالنتيجة أنت مش عم تحاربني أنا كإنسان، أنا بالآخر رح موت وروح على السماء. أنت عم تحارب اللي هو اختار تكون طريقة تعبيره عن محبته للبشرية بالصليب. إذا بتقعد مرة واحدة قدام الصليب مثل ما كنت عم أقول قبل شوي بتصير تقدر تفهم. هل جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى، الحب بجراح ودماء صافحا عن صالبيه بصلاة ودعاء. هل جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريب مسح الدمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريب
هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه أجزل لك العطاء هيدا الفداء هيدا الدم اللي انسفك والدم اللي سال حتى يقول لي أنا بحبك صليب المسيح ما كان علامة ضعف أبدا للناس اللي بيفكروا أنه الصليب هو علامة ضعف منه علامة ضعف أبدا علامة ضعف للمجرمين علامة ضعف للي محكومين بالإعدام لأنه اللي بيستحقوا بيبينوا ضعاف بتخيل يسوع هو واقف عم بيقرب قدام الصليب رجل بكل ما للكلمة من معنى عارف حاله وين رايح عارف أنه رايح يوقف قدام الصليب رايح قال نفسي ملكي أنا بعطيها وبيخدها ساعة اللي أنا بدي صليب المسيح ما كان علامة ضعف كان مرسوم بفكرة الله حتى من قبل ما يخلق الدنيا من الأزل من قبل ما يخلق العالم من قبل ما يخلق الكون اسمع شو بيقول الرسول بطرس بيقول لما حل الروح القدس على التلاميذ بيوم الخمسين بيوم العنصرة وقف بكل جرأة بطرس الرسول عم بيقول عم يحكي عن يسوع عم بيقول عنه عم يحكي مع مين مع اليهود مع الكهنة مع الناس اللي صلبوه اسمع شو كان عم بيقولون عم بيقولون هذا أي يسوع هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة مشورة الله محتومة أنتوا رحتوا سلمتوه وعملتوه وقتلتوه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق أنتوا أخذتوه وسلمتوه وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه بس شو؟ مشورة الله المحتومة منذ الأزل مش فجأة أجى الصليب مش فجأة يسوع جرب يهرب منه أو جربوا تلاميذه يخبوه أو يساعدوه أبدا يسوع بكل جرأة يسوع بكل رجولية وبكل حب هو اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه تعرف شو يعني أن واحد يوضع نفسه من أجل اللي بيحبون تعرف شو يعني أنه أنا ما بستاهل محبة الناس مرات لما منطلع منلاقي الناس اللي حوالينا ما بيحبونا منلاقي أنا حالي نفسي أوقات مش مقتنع بحالي وأنا اللي مش محبوب اللي ما إلي قيمة الله بيحبني يسوع بضحي بآخر نقطة دم على الصليب من أجلي عم بدعي كل شخص اليوم عم بيشوفني يمكن شاعر أنه ما إلك قيمة بالدنيا يمكن شاعر أنه الناس اللي حواليك أنت بنظرك عندك قيمة بس الناس مش مقدرينا يسوع مقدر قيمتك يسوع مقدر قيمتك مش على إنجازاتك ولا على شهاداتك يسوع مقدر قيمتك لأنه بحبك يسوع مقدر قيمتي مش لأني عم بخدمه يسوع مقدر قيمتي لأنه بحبني لأنه اشتراني بدمه شو بدي بعد أحلى وأغلى من هيك شو بدي بعد أحلى بالحياة وأحلى بالدنيا من أني أنا أكون بنظر الله محبوب أنا أكون بنظر الله مقبول
طب كيف بدي أقدر أفهم هذا الشيء؟ كيف بدي أقدر أفهم أني أنا محبوب؟ بالصليب. طلع بالصليب. شو كان جابره يسوع اللي قبل كم يوم أقام لعازر من بين الأموات؟ شو كان بيمنعه ينزل عن الصليب؟ شو كان بيمنعه لما إجوا لحتى لا ياخدوه؟ قال له لبطرس، قال له فكرك أنا ما بقدر أطلب من بي يبعث 12 جيش ملايكة ويخلصني؟ بقدر. شو كان بيجبره؟ اللي حصروا شي واحد محبته لإله، محبته لإلك، محبته لإلك بدون أي مقابل. يسوع هو على الصليب كان عم بفرجينا أجمل وأروع صورة حب ممكن أي إنسان يشوفها على وجه الدنيا. لما نحضر فين عاطفة ونشوف أنه حبيب مات من أجل حبيبته، قصص خيالية أو قصص واقعية تحصل بالصدفة مثل قصة روميو وجولييت وغيرها، هالقصص اللي منقدر فيها كتير الحبيب كيف مات وضحى بنفسه من أجل حبيبته. هذا الحب كله مع أنه مكرم ومع أنه محترم ومع أنه جميل، بس لا يقارن ولا يقاس بمحبة يسوع لنا. لما واحد بيموت من أجل حبيبته لأنه حبيبته بتبادله المحبة، بس لما يسوع مات من أجلي أنا ما كنت عم بادله المحبة أبدا. هو كان عم بحبني وأنا كنت عم بكرهه، هو كان عم بحبني وأنا كنت داير ظهري لإله. هو كان عم بحبك من يوم اللي خلقت، حتى بالأيام اللي أنت كنت عايش فيها بالظلمة وبعيد وضايع، أو بالأحرى مش كنت، يمكن بعدك لحد اليوم عايش بالظلمة وبعيد وضايع، وبتعرف كتير منيح أنت أنه الناس اللي بيحبوك بيحبوك لأنك عم تعطيهم، بيحبوك لأنه عم يستفيدوا منك. شو رأيك اليوم تقوم تجي لعند يسوع أنت وقاعد ببيتك عم تحضر التلفزيون وعم تسمع هذا الكلام؟ يمكن عم تبلش نهارك الصبح عم تفتح التلفزيون ويطلع الحكي قدامك، يسوع بحبك. الصليب ما بيخليك تخاف من الله، ما تتطلع بالصليب وتفكر انه هيدا مصيرك، لا، يسوع اخذ مصيري ومصيرك، مات من اجلي ومن اجلك على الصليب. في اجمل منا انك تعيش حياتك بهيدي العلاقة الحلوة مع الله وانت عارف من جوا انه الصليب كان اكبر تعبير محبة لواحد خاطي مثلي؟ الله بيطلع فيه وبيقول لي أيمن أنا بحبك. حط اسمك، الله بيحبك. شو اللي بيأكد لهذا الكلام؟ الصليب. لولا الصليب لكن تقدرت أعرف أنه الله بيحبني، ولكن تقدر اليوم أوقف قدامكم وأحكيكم عن محبته. حلقتنا لليوم انتهت، يمكن يكون عندك أسئلة. طبعا عم تشوف حساب تويتر والفيسبوك وكل الاشياء موجوده قدامك، بتقدر تتواصل معنا، تتراسل معنا. يمكن يكون بدك انجيل، يمكن بدك يكون حدا يحكي معك، يمكن بس بدك مين يشجعك، يمكن انت بحاجه لمين يعطيك نصيحه. ما عم بدعي اني انا، في كتير ناس موجودين حدنا وعم بيساعدونا، والله وضعهم بطريقنا لحتى يساعدونا. بشجعك تتصل على الارقام اللي عم تشوفهم قدامك. حلقتنا اليوم انتهت، بعطيكم موعد بالحلقه اللي جايه، وحتى يحين موعدنا بقول لكم الرب يكون معكم ويحفظكم. لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يا فادي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده